اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده، والنهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض سلسله جديده، وهي سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه سنه 2023. وفي الحقيقه يا جماعه انا ما كنتش هدفي ان انا اكمل في السلسله دي او حتى ان انا ابدا فيها، بس للاسف الموضوع وسع جدا الفتره الاخيره. احنا من يوم 7 اكتوبر لغايه النهارده 10 نوفمبر الموضوع مستمر وتعدى الشهر، فعشان كده انا قررت ان احكي الحكايه من البدايه واحكي سبب الصراع ده ايه وازاي ابتدى ووصل لايه لغايه دلوقتي. والحرب الفلسطينيه الاسرائيليه هو صراع مسلح مستمر بدا يوم 7 اكتوبر بين جماعات وفصائل المقاومه الفلسطينيه وبين الجيش الاسرائيلي. الصراع ده بدا يوم 7 اكتوبر من خلال ان فصائل المقاومه الفلسطينيه ضربت ما لا يقل عن 3000 صاروخ باتجاه مناطق ومستوطنات غلاف غزه، والهجوم ده وصفه الجيش الاسرائيلي بانه هجوم منسق ومفاجئ ونوعي وغير متوقع بالمره. وفي نفس الوقت اللي اتضرب فيه ال 3000 صاروخ، قدرت جماعات المقاومه الفلسطينيه ان يخترق حاجز اللي بين غلاف غزه وبين غزه حوالي 2500 مقاوم او 2500 فلسطيني مسلحين من خلال الطائرات الشراعيه والدراجات الناريه وعربات الدفع الرباعي. وقدر ال 2500 مسلح فلسطيني من فصائل المقاومه ان هم يسيطروا على عدد من المواقع العسكريه اللي موجوده في مناطق غلاف غزه من خلال اشتباكات عنيفه قامت بيها فصائل المقاومه في المستوطنات الاسرائيليه اللي موجوده في غلاف غزه. قدروا ان هم ياسروا عدد كبير جدا من قوات الجيش الاسرائيلي، وفي نفس الوقت قدروا ان هم ياخدوا غنائم كبيره جدا من اليات عسكريه كلها تابعه للجيش الاسرائيلي. ومن خلال الهجمات اللي قامت بيها فصائل المقاومه مات من الاسرائيليين حوالي 1400 قتيل، منهم 260 كانوا في مهرجان بيعملوا الاسرائيليين اسمه مهرجان رعيم الموسيقى. وفي نفس اليوم اللي هو يوم 7 اكتوبر قام الجيش الاسرائيلي بعدد من الهجمات الانتقاميه جوه قطاع غزه من خلال قصف بيوت المواطنين اللي موجودين جوه القطاع واللي هو ملهمش اي علاقه بالهجمه. وفي يوم 8 اكتوبر اعلن الجيش الاسرائيلي ان هو هيحارب حماس لغايه ما يدمرها تماما. وبعد مرور شهر على الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه ارتفع عدد شهداء غزه ل 10569 شهيد، منهم 4324 طفل و 2823 امراه. اعتبر الاعلام الغربي وبعض القنوات الاسرائيليه ان الهجوم اللي شنته فصائل المقاومه يوم 7 اكتوبر على مهرجان رعيم الموسيقي انه اسوأ مذبحه حصلت في التاريخ. وفي نفس الوقت هنلاحظ ان حركه حماس تجنبت ان هي تخش في اي حرب او اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي سنه 2022 ومعظم سنه 2023. حاجه زي دي دفعت المحللين السياسيين ان هم يعتقدوا ان هجمه يوم 7 اكتوبر كان بيتم الاستعداد ليها من سنه 2022 ومعظم سنه 2023. وفي تصريحات فصائل المقاومه وضحت ان فعلا جه فصائل المقاومه خلال سنه 2022 دعم كبير جدا من دوله ايران، وان الهجوم اللي كان اسمه طوفان الاقصى جه رد على الهجمات اللي قام بيها المستوطنين الاسرائيليين على الجماعات الفلسطينيه، وفي نفس الوقت جه رد على الهجوم المستوطنين الاسرائيليين على المسجد الاقصى والعرف اللي حصلت بين الاسرائيليين وبين الجماعات الفلسطينيه او بين المواطنين المدنيين الفلسطينيين. وقام الجيش الاسرائيلي من خلال هجوم عمله على مناطق غلاف غزه ان هو استعاد النقاط العسكريه اللي سيطرت عليها حركه حماس، وفي نفس الوقت عمل غارات جويه انتقاميه على قطاع غزه. وحسب احصائيات المنظمات العالميه اتسببت الحرب دي في مقتل ما لا يقل على 2750 فلسطيني لغايه يوم 15 اكتوبر. وضحت تقارير منظمه الامم المتحده ان حوالي مليون فلسطيني نزح داخليا من الشمال للجنوب. الانسانيه ان في كارثه انسانيه ممكن تحصل جوه قطاع غزه بسبب حصار الجيش الاسرائيلي وقطع امدادات الميه والغاز والكهرباء. وارسلت اسرائيل رسائل لمليون شخص من غزه بتحثهم على ان هم يعملوا تهجير من شمال غزه لجنوب غزه، وده اللي بيعتبر تهجير قسري وبيرتقي لجريمه حرب كامله. في نفس الوقت وضحت منظمه الامم المتحده ان هم يدعوا الاطراف المتحاربه اللي هم فصائل المقاومه الفلسطينيه والجيش الاسرائيلي لوقف لاطلاق النار. في نفس الوقت نددت 44 دوله بهجوم حركه حماس على الجيش الاسرائيلي يوم
7 اكتوبر، مع العلم ان فصائل المقاومه الفلسطينيه هم اصحاب الارض وبيهاجموا المحتل الاسرائيلي اللي موجود على ارضهم مش العكس. في نفس الوقت صدر بيان من امريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا نددوا فيه باللي حصل يوم 7 اكتوبر، واعتبروا حركه حماس حركه ارهابيه، مع العلم ان حركه حماس وفصائل المقاومه دي حركات هدفها ان هي تحرر ارضهم وتحرر بلدهم مش العكس. هم مش رايحين يحتلوا دوله، بالعكس ده هم معتبرينهم حركه ارهابيه عشان بيحرروا ارضهم. فطبعا دي حاجه غريبه جدا وغريبه على دول بتدعم الديمقراطيه زي امريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا. وفي نفس الوقت دعت دول الشرق الاوسط ان يتم ايقاف التصعيد ده بشكل مباشر، ونادت بالاحتلال الاسرائيلي المستمر على ارض فلسطين من عقود وسنين كتير جدا، ووضحت ان ده السبب الجذري للحرب او للتصعيد المستمر في فلسطين في الوقت الحالي. وفي نفس الوقت وضحت ايران وهي اكتر دوله داعمه للفصائل الفلسطينيه، وبيعتقد ان هي سبب طوفان الاقصى او سبب عمليه طوفان الاقصى، ان اسرائيل لو ما وقفتش على الفور الدعم او الحرب اللي بتتم على غزة، فان في جبهات كتير جدا هتتفتح على اسرائيل، وان اسرائيل تستعد الفترة الجاية لزلزال ضخم. وفي نفس الوقت هددت ايران بالتدخل العسكري لو تم شن هجمة برية موسعة وتم احتلال قطاع غزة بالكامل. وفي نهاية الحلقة دي احب اوجه رسالة اعتزاز وشكر وتقدير للجيش المصري اللي اثبت انه رغم ان عدى 50 سنة على انتصار اكتوبر سنة 73، اثبت انه رغم المدة الكبيرة دي واللي هي تعتبر نص قرن، انه لسه الجيش المصري القوي اللي يقدر انه يحارب وينتصر. واحب اوضح برضو لاسرائيل ان هي لو فكرت ان هي تعيد التاريخ وتخش حرب ضد الجيش المصري، فالمرة دي هتكون نهاية اسرائيل، وهيتم فعليا مسح اسرائيل من على الخريطة، ومش هتقوم لها قومة تاني لغاية انتهاء العالم. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلام معاكم في سلسلة الحرب الفلسطينية الاسرائيلية، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.